كيفية إضافة محتوى إلى المقررات الدراسية في نظام إدارة التعلم بلاك بورد. يمكنك إضافة محتوى إلى أي مقرر دراسي عن طريق الخطوات التالية: قم بالضغط على أيقونة المحتوى من قائمة المقرر الرئيسية يمين الشاشة، ثم قم باختيار إنشاء محتوى، ومن ثم الضغط على ملف. تظهر لك صفحة إنشاء الملف المقسمة إلى 3 أجزاء. أولاً، منطقة تحديد الملف، والتي يكتب بها اسم الملف، ومن خلالها أيضاً يمكنك رفع الملف المراد عرضه للطلاب من جهاز الحاسوب الخاص بك. ثانياً، منطقة خيارات الملف، وفيها يمكنك تحديد فتح الملف في نافذة جديدة عند فتحها من قبل الطلاب، وتحديد إضافة توافق للمحتوى. ثالثاً، منطقة خيارات قياسية، ومن خلالها يتم اختيار المدة التي يتاح من خلالها الملف للطلاب، ومن ثم يختفي بعد انقضاء هذه المدة، ومن خلال تحديد وقت وتاريخ الظهور من العرض بعد، وتحديد وقت وتاريخ الاختفاء من العرض حتى. كما يمكنك اختيار تتبع عدد مرات عرض الملف من قبل الطلاب. وأسفل الشاشة يمكنك إرسال الملف لنشره أو إلغاء ما قمت به في هذه الصفحة وحذفه تماماً.